الجزر المنعزله دي السياسه عامه في الحكومه دي، عشان نبقى واقعيين، ومش الحكومه دي بس، عدد الحكومات اللي فاتت عموما، قصه فريق العمل غير متواجده، والكلام ده احنا لامسينه في تعاملنا مع الوزراء اليومي، وتعاملنا حتى مع رئاسه مجلس الوزراء، بتجد كل وزاره ليها مشاكل مع الوزاره الاخرى نتيجه عدم التنسيق او هناك تداخل في المصالح، وده اللي احنا بنقول عليه الاصلاح المؤسسي، اللي هو مش باين له معانا خالص حتى في هذا البرنامج. ان كل وزاره بتشتغل في جزيره منعزله عن الاخرى، لدرجه مع احترامي يعني مش هقدر اقول الاسم بعد اذن حضرتك يعني. انا قبل ما اجي هنا بساعتين كان في احد الساده الوزراء اللي بيطلب نسخه من برنامج الحكومه عشان يعرف هيتكلم فيه بكره، ومش هذكر الاسم. فعلا؟ ايوه، وانا مسؤول عن اللي بقوله، اللي عايز بقى يجي يقول لي يبقى يقول لي في ودني بعيد عن البرنامج. يعني انا بقول لحضرتك، انا اسف يعني، انا بقول لحضرتك لا، البرنامج مجرد معطيات بس اللي حضرتك بتقوله ده مؤشر خطير يا فندم. الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد لما تحدثت عنها في لقائي مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وقلت له حضرتك رئيس اللجنه الوطنيه التنسيقيه او اللجنه الوطنيه لمكافحه الفساد، وهذه الاستراتيجيه يجب ان تطبق، وحضرتك من شهر 9 لم تعقد هذه اللجنه مره واحده، واحنا في كل حديث احنا هنكافح الفساد. قال لي ممكن اصور صوره منها؟ ده في وجود نواب القاهره بالكامل. حضرتك بتتكلمي في ايه؟ انا بقول لحضرتك ده في وجود جميع نواب القاهره. احنا بنتحدث عن حكومه الرؤى بتاعتها يعني في فضفاضه للغايه.